تفاعل المغردون اليوم مع هاشتاج بعنوان لا تمويل عقاري بدون دفعة، على خلفية اعتماد البنوك دفعة 30% للتمويل العقاري اليوم ووسط مخاوف من آثاره السلبية. أورد المغردون في هذا الوسم تساؤلاتهم عن هذا القرار إن كان يصب في مصلحة المواطن أم لا. ونبدأ بتغريدة أحمد شهيل الذي غرد أن هذا القرار له سلبيات تنتهي مع الوقت وتبقى الإيجابيات، وهذا القرار أصاب المستثمرين بالإحباط وسوف يبيعون بربح أقل مهما قاوموا حسب تغريدته. وغرد عادل الحمدان أن أسعار العقار ستنهار بسبب الركود، وتجار الأراضي بدأوا بخفض الأسعار وبيع العقارات الاستثمارية. أما عبد العزيز ذكر في تغريدته أن هذا القرار ما هو إلا محاولة لتقليل السيولة في القطاع العقاري للمساهمة في الحد من التضخم. وغرد محمد متسائلا من الذي يملك 400 ألف كدفعة، فقرار لا تمويل عقاري بدون دفعة قرار فيه نوع من التضييق لمن هم من ذوي الدخل المحدود حسب تغريدته. وغرد آخر إن قيمة المسكن إن كانت قيمة المسكن 1,200,000 إذن لابد للمقترض أن يتوفر معه 30% أي 400,000 للحصول على تمويل البنك، ما وصفه بالاستحالة والتعجيز على حد قوله. وإلى تغريدة أحدهم الذي أوضح أن هذا القرار سوف يهبط بأسعار العقار وهو ليس في صالح البنوك والعقاريين، بل هو حماية للمواطن ومن لا يتحمل الديون. وختاما غرد أحدهم مستنكرا قرار لا تمويل عقاري بدون دفعة مغردا من يمتلك الدفعة المقدمة، هل هو بحاجة فعلا لتمويل حسب تغريدته؟